السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم محمد صلحي في فرقة الدنطة. نحل النهاردة مع بعض بإذن الله على إيه؟ هنحل النهاردة على التشو نيماتودز في مادة البقر. بسم الله نبدأ. أول سؤال معانا بيقول لك in which of the following parasitic infection urine examination could be useful. اليورين ممكن أستفيد منه في إيه؟ بستخدمه في الوكتوريا بانكروفتي. ليه؟ كان بيبقى فيها حالة اسمها الكالوريا، تمام، اللي هو ان الليمف بيبقى موجود في اليورين، تمام. فالاجابه هتبقى اونكوتشوريا بانكروفتي، ودي كانت من الحالات اللي بتحصل في حاله الاوبستراكتيف، تمام، يعني اوبستراكشن. خش على السؤال اللي بعده. The infection with parasite of the following could lead to genital lesions. Genital lesions مش هتلاقيها مذكوره نصا، امال ايه اللي مذكور؟ الابيدميس اوركرويس. مين الابيدميس اوركرويس؟ اللي هو الابيدميس ده اللي هو البربخ، والاوركرويس ده اللي هو الخصيه. كان بيحصل التهاب في الخصيه والبربخ مع بعض، كانت من فين؟ كانت في الكشوريا بانكروفتي، اللي هي كانت من حالات الانفلاميشن. خش على اللي بعدها. Which of the following parasite vector is correctly paired؟ يعني معايا البارازايت ومعايا الفيكتور اللي بينقله، اللي هو الحشره اللي بتنقله. طبعا لو بصيت في الاختيارات هتلاقي طبعا الليشمانيا دي لسه ما خدناهاش، الاونكوسيركا كانت مع الكايروسوبس، لا ما كانتش مع الكايروسوبس، كانت مع السيمليوميوم، تمام. اموال مين اللي خد؟ كانت اجابه صح هتبقى الونكوشوريا بانكروفتي مع الخيميل كوليكس. مع الخيميل كوليكس هم دول اللي كانوا مرتبطين ببعض، اما الاونكوسيركا كانت مع السيمليوميوم، تمام. والباقيين دول لسه ما خدناهمش وعلمهم هم غلط يعني. خش على السؤال اللي بعده. Which of the specimen يعني العينة of choice for diagnosis of لولوة. لولوة بيستخدم diurnal blood، diurnal يعني بالنهار، وهي دي اللي كانت بالنهار، أما الاثنين اللي كانوا بالليل كان البورجان لاي والشوركي بانكروفتي، تمام. نخش على اللي بعدها. Which of the following statement isn't true for oncosarcoma؟ مين من دول مش صح عشانها؟ طبعا لو contains adult microfilaria طب ليه صح؟ قال لك it is to remove the one present on scalp، scalp اللي هو غطاء الرأس. قال لك it occurs usually over bony prominence، كانت موجودة اللي هي فيرم وانتندر وموبايل واوفر بوني prominence، كل ده صح. ما تبقاش الا الأخيرة هي اللي غلط، حتى لو احنا مش عارفينها، اللي هو المالجنانت ترانسفورميشن اوف كومن، ان هي تتحول الى سرطان او ورم يعني، لا. خش على اللي بعدها. Which of the following drugs can be helpful في diagnosis of onchocercosis؟ هو الدايسايكربامازين، اتذكر فين؟ اللي هو الدي اي سي باتشز، تمام. خش على اللي بعدها. The following are true of lymphatic filariasis except ما كانش فيه reservoir host، تمام. طبعا ال L3 are infective stage اللي هي كانت الفيلاري 4، قال لك المايكروفيلاريا هي الدايجنوستيك ستيج دي صح. الموسكيتوس are intermediate host لو البعوض، طبعا الامثله بتاعتهم اللي هي الكوليكس والايدز والانفلوس وحاجات من دي. نخش على اللي بعدها. قال لك الكالابارا سويلنج دي اسم المنطقه، وسويلنج دي تورم وانتفاخ، اذا مانيفستيشن اوف انفكشن مع مين؟ كالابارا سويلنج مع اللولو. والسؤال ده بيتكرر كتير جدا جدا جدا، وهتلاقي حتى تقريبا كان في اسئله الكليه. طبعا الكالابارا سويلنج ده ايه؟ هو ترانزيانت لوكالايزد انجيو اديما. انجيو دي يعني جاي من كلمه الوعاء الدموي، وسلايتلي بينفول بتبقى مؤلمه يعني بصوره بسيطه، وفريكوينتلي اوبزرفد على فين؟ على الهاندس والفور ارمز والاوربيتس، الثلاث اماكن، تمام. خش على اللي بعد. اوتش اوف ذا فولوينج از ذا انفكتيف ستيج، لا ده لسه هناخده في الفيديو الجاي. As the principal pathogenic stages in lymphatic filariasis هي مين؟ في lymphatic filariasis الباثوجينيك هو الادلتس، والمثال بتاعها اللي هو الفيلاري دانسينج ساين، تمام، الفيلاريال دانسينج ساين. وده سؤال من الكليه كمان، والاجابه هتبقى ادلتس، ناخد بالنا منه عشان المعظم هيفكر في حاجه تانيه، تمام. فالاجابه هتبقى ادلتس، ناخد بالنا من السؤال ده. نخش على السؤال اللي بعده. Which one of the following signs is classic for البانكروفتيان filariasis؟ طبعا بتسبب ايه؟ كانت بتسبب الالفنتياسز اللي هو ده الفيل، تمام. خش على السؤال، وده من اسئله كوز الكليه. Which of the following combination is correct؟ طبعا انت لو بصيت هتلاقي الاونكوسيركا فيلفياليس مع البلايندنس، اللي هو كان ريفر بلايندنس، ودي كانت من الاصابات اللي هي عن ناحيه العين اللي هو الاوكيورال ليجنز، تمام، دي كانت مع الاونكوسيركا فيلفياليس، الباقي غلط يعني. خش على اللي بعده. Which of the following except diurnal periodicity، period يعني فتره، periodicity يعني فتره نهاريه، مين اللي كان بيشتغل؟ هو اللي هو اللي كانت الصبح، تمام، ناخد بالنا من اللي هو بتشتغل الصبح وبتعمل كالابرا للسويلنج، وده سؤال مشهور يعني. نخش على السؤال اللي بعده. Which of the following is the infective stage of filaria؟ الانفكتيف ستيج اللي هي ليله ثلاثه، اللي هي مين؟ اللي هي الفيلاري فورم لارفا، ناخد بالنا برضه من السؤال ده. Which of the following unlikely habitat for Oncocerca vulvialis؟ هي السبكوتينوس تيشو ما كانتش بتعمل migration للبلاد، تمام، فناخد بالنا ان هي كانت سبكوتينوس تيشو بس، حتى هو بيسأل عن habitat، تمام. نخش على السؤال اللي بعده. الانترميديت هوست للأونكوسيركا فولفياليس هي مين؟ هي السيمليوليوم، اللي هي كانت البلاك فلاي، تمام، اللي هي الدوده السوداء، حتى اسمها سم، حتى سم مع البلاك فلاي، كل ده مع اللي هي بتاعت الجلد، سم اللي يخش ناحيه الجلد، اللي هي الأونكوسيركا فولفياليس، تمام، سكمها كده يعني.
خش على اللي بعدها. قال لك what is the color of urine in Kelurea؟ ميلكي وايت، بيبقى شبه اللبن كده وابيض. ودي تقريبا يا اتقالت زياده في المحاضره يا ما اتقالتش، وانا ما كنتش عارف بقى السؤال ده ملغي ولا اتقال زياده في المحاضره، مش فاكر الصراحه. Which of the following is the diagnostic stage للونكوشوريا بانكروفتي؟ الشوري قصدي بانكروفتي. طبعا الدايجنوستيك ستيج ليها كانت المايكروفيلاريا. الدايجنوستيك ناخد بالنا هنا، الدايجنوستيك ستيج كانت المايكروفيلاريا، اما الباثوجينيك كانت الادلت. طب الانفكتيف ستيج كانت الفيلاري فورم رالفا، ناخد بالنا من الحاجات دي. سؤال من الكليه، الكيلوريا از مانيفستيشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج بارازايت ديسيز؟ كانت مين؟ كانت الكرونيك اوبستراكتيف فيلياريسز، وكانت من امثلتها كمان الهيدروسيل، وكانت برضو معاها الكايلوريسيل، وكان معانا حاجتين كمان بس مش فاكرهم دلوقتي صح. خش على السؤال اللي بعده، الكالابر سويلنج. خلاص بقولنا كلمه كالابر سويلنج دي، علمها بقى يعني اهم كلمه دي اللي هي الكالابر سويلنج ده، دي مع اللولوه. الكالابر سويلنج دي مع اللولوه، خلاص سؤال مشهور. وبتشتغل ايه ديورينال يعني بالنهار؟ نخش على السؤال اللي بعده، which one of the following parasites can be presented مع الهيدروسيل؟ طبعا الهيدروسيل كانت الويتشوريا بانكروفتي، تمام. which one of the following parasites is cause of blindness اللي هو river blindness؟ كانت الاونكوسيركا فولفياليس، سؤال مكرر ومهم. خش على السؤال اللي بعده، the following microfilaria are not detected in patient blood، مين ما كانتش تروح البيشنت بلاد؟ احنا قلنا لسه قايلينها اللي هي كانت في السبكوتينوس تيشو بس، مين؟ اللي هي الاونكوسيركا فولفياليس، انهي حته منها؟ اللي هي المايكروفيلاريا، تمام. تمام نخش على اخر حاجه معانا، الكلوريا مي اوكير. لا ده مش لسه، لسه في تقريبا كمان. الكلوريا مي اوكير ان انفكشن ويز مين؟ كلوريا قلنا سؤال مكرر، كانت مع الكرونيك اوبستراكتيف فيلياريسز مع الويتشوريا بانكروفتي. نخش على سؤال من اسئله الكل، الداي اسايل كاربامازين از دراج تشويس ان تريتمنت اوف انفكشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج؟ مع اللولو. ليه كانت اللولو؟ تقول لي ما تذكرتش، بقول لك نفس العلاج بتاع الليمفاتيك فيلياريسز. لو انت لفيت على الليمفاتيك فيلياريسز كنا بنستخدم داي اسايل كاربامازين والالبندازول، وبستخدم كمان معاها الايفرميكتين عشان الحاجات الجلديه. خش على قلت لك السؤال ده مهم، برنسبل باثوجينيك، باثوجينيك ستيجز في الليمفاتيك فيلياريسز هي الادلت، هي الادلت، ناخد بالنا من السؤال ده. الماكروفيلاريا اوف لو هو كان بي فاوند امتى؟ دي بتاعت دي الصيعه اللي بتبقى موجوده، سوري اللي هو دي الصبح، سوري سوري اللي هو انا اتلخبطت، اللي هو دي اللي هي الصبح، تبقى 10 ل 2 الصبح، 10 10 الصبح يعني 2 الظهر كده. لكن لو كان دي غلط، دي غلط. لكن لو كان السؤال بالوتشوريا بانكروفتي او بالبورجيا مالاي كانت هتبقى دي الاجابه، لكن هو بيسال على اللي هو دي بتبقى موجوده الصبح، فناخد بالنا من الفرق بين السؤالين، اللي هو هي الصبح، لكن اللي اتذكر فيها معاد كان 10 بالليل بس كانت الوتشوريا بانكروفتي والبورجيا مالاي، لكن هنا هو كاتب اللي هو تمام دي اللي هي الصبح، فنختار اي اجابه فيها الصبح وتبقى موجوده فين؟ الماكفلاريا في اللي هو موجوده في البلاد، ناخد بالنا من السؤال ده. وانا معلش كنت اتلخبطت وانا بحل. خش على السؤال اللي بعده، which one which of the following is the most pathogenic stage في الأونكوسيركا فولفيولاس انفكشن؟ الباثوجينيك بس في الأونكوسيركا فولفيولاس هي المايكروفيلاريا، ما كانتش بتدي ادلت، تمام، هي بتدي ادلت يعني بس ما كانتش بتدي ادلت في البلاد، تمام. ناخد ده اخر سؤال خالص، the method of choice to diagnose in early stage of filariasis by detection لمين؟ بالcirculating filarial antigens. ليه هي الانتيجينز يعني؟ قال لك الانتيجينز عشان هي دي اللي بيقول لك early، قال لك الايرلي ستيج في المرحله الاولانيه بيبقى الانتيجينز اللي موجود بس، لكن الادلت ما حدش لسه تتكون، المايكروفيلاريا في البلاد لسه ما عملتش مايجريشن، المايكروفيلاريا في اليورين لا برضه لسه لسه برضه ما وصلش لليورين، عشان هو بيقول لي في الايرلي ستيج، في الايرلي ستيج. انت لازم تعملنا لايك سبسكرايب وشير وابعتها لكل الدفعه عشان يستفيدوا من الاسئله. اتمنى حل الاسئله يكون فاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقفل الفيديو بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف كمان مع بعض أسئلة دكتور محمود. قال لك البريوديت ستي اللي هو التوقيت يعني إذا كاركترستيك فيتشر أوف ذا فولوينج مايكروفيلاريا، ما عدا مين؟ مين اللي ما كانتش الوقت بيبقى حاجة محددة ليها؟ هل هي اللولوة؟ اللولوة دي كانت الصبح. طب الوتشوريا بانكروفتي دي كانت بالليل. أما الأونكوسوركا فيلفيوليس ما كانش ليها وقت، كانت أبيريوديك يعني بدون وقت محدد، تمام. دي بتنفي الصفر. شوف كمان السؤال اللي فوقها، قال لك الريفر بلايندنس بيحصل فين؟ الريفر بلايندنس ده سؤال مقرر، وبيحصل مع مين؟ وبيحصل مع
بيحصل مع مين؟ مع الأونكو سيركا فولفياليس، ده كان من الأوكيولار ليجنز، هي بتعمل سبكوتينوس وكمان بتروح تعمل أوكيولار ليجنز. تمام كده، احنا الحمد لله جبنا كل الأسئلة بتاعت المحاضرة، يعني اللي اتقالت في الموقع واللي اتقالت كمان في على جروب الدكتور محمود، وكمان اللي موجودة في أسئلة مكتبة وحيد، وهي دي بنك الأسئلة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.